كده نسحب اخر تيشرتين من تمام. برضو الحقيقه اعداد كبيره جدا يا احمد، تمام معلش، فانت برضو على قد ما تقدر تمام، مفيش تجيب مشكله. لنا اسم من على تويتر من تمام الاسماء اللي موجوده برضو على نفس عشان تمضي له و تقول لنا برضو من اللي هيفوز بهذا ال ممكن يلا وائل ادوارد ماشي. هنا، انت ما عندكش، ما فيش عنصر نسائي تدخل لنا عنصر نسائي في القصه؟ ماشي، ممكن بقى في الثالثه. في الثالثه ماشي، في ممكن في الثالثه. الفيسبوك نشوف. تمام. وائل رضا، وائل ادوارد وائل ادوارد. طيب هنا. يبقى اذا ماشي، معلش بعد اذنك، تمام. ده تويتر وائل ادوارد اهو، انا برضو هصوره. وائل ادوارد فاز معانا بتيشيرت، برضو تيشيرت النادي الاهلي برضو ممضي من الكابتن احمد عبد القادر. اتفضل يا كابتن احمد. عايز برضو احمد تقول لي، او اخيرا يعني توجه رساله لجمهور النادي الاهلي للمباريات القادمه ان شاء الله. طبعا انا بقول لهم خليكم في ظهرنا دايما زي ما انتوا بتساندونا كده، طبعا انتوا متخيلين دعمكم بيحفزنا ازاي، وبنحاول احنا نحارب عشان نساعدكم دايما. خليكم في ظهرنا ان شاء الله، واحنا نحاول نقدم لكم اقصى حاجه نقدر نعملها. وطبعا بشكرهم طبعا على الدعم ده، سواء كان لي انا شخصيا او للنادي لعيبه كلها بصفه عامه. فاتمنى انهم يبقوا في ظهرنا دايما، وان شاء الله نقدر نساعدكم دايما ودايما باذن الله يعني. طيب انا هخلي احمد يمضي على البتاع، لان انا مش يعني كتيره جدا. ممكن يا كابتن نرجع لتويتر التحول تاني ده، نختار اسم عشوائي برضو من اسمي تويتر. تاني من تويتر بالظبط من نفس ال. طيب ما هو ماشي الفيسبوك، انا هو احمد هيبعت لنا من على الفيسبوك. ماشي، تمام، نعتبرها من على الفيسبوك. تمام يا كلنا كابتن. في الاخر احنا عايزين نوصل ان احنا نحاول ان احنا نرضي، لان الاعداد اللي جايه ارقام كبيره كبيرة جدا شوية. جدا. فلكن معلش احنا على قد ما قدرنا جبنا 3 تيشيرتات لحضراتكم علشان دايما تبقوا موجودين معانا، وزي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نخلي حضراتكم معانا. و طيب الاسم ده يلا اسم ناخد زي ما اتفقنا يعني، عايز برضه اسمع شوي ولا؟ اسمع شوي. تمام، اي اسم عشان بس احنا اتفقنا بس خلاص، مش ظاهر كل اللي قدام الظاهرين. ممكن ناخد مش عارف اسمه غريب كده، ابو الحارس. ابو الحارس تقريبا. ابو الحارس ماشي. تمام. ابو الحارس بيقول هدف الهلال من احسن الاهداف. اذا ابو الحارس اخر حد معانا بيفوز بتيشيرت موقع، تيشيرت النادي الاهلي موقع من النجم احمد عبد القادر. يعني ابو الحارس. ابو الحارس. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا النهارده، انا اكتر وكنت والله سعيد كابتن، جدا بوجودك معانا. ويعني والله. معلش انا اسف النهارده يعني الساعه 12 لا ونص ابدا اتاخرت خالص شويه، والله ولكن خالص انا سعيد جدا خالص. بوجودك معانا النهارده. انا اكتر والله العظيم يا كابتن، وانت مش ربنا متخيل يخليك انا يا عم، متشرف بحضرتك ازاي ده جدا انا ده النهارده. شرف ليا يا حبيبي وشرف لينا كلنا وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه، يبقى دايما يا مع رب. بعض باذن الله يا كابتن. انا بشكرك شكرا حبيبي يا جزيلا كابتن، يا ابو تسلم حميد. تسلم يا كابتن.